خلينا النهاردة نتكلم في قصة غريبة عجيبة عن واحدة اشتهرت باسم المرأة الوحش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن الست الكوبية اللي اسمها بايلا خريسوس واللي عندها 69 سنة ما شاء الله. يعني الست دي اتجوزت 13 مرة وكلهم ورا بعض، وكل أزواجها أو اللي كانت بتتجوزهم أو الضحايا يعني كانوا دايما بيختفوا او بيموتوا في ظروف غامضه تماما. وخلال الجوازات ال13 دي كانت بتقضي تقريبا نص وقتها في قسم الشرطه اللي كان بيحقق كل شويه عن الاختفاءات اللي بتحصل لاي واحد من ال13 اللي اتجوزتهم. وكانت كل تحقيقات الشرطه بتحاول تجاوب على سؤال واحد مفيش غيره، وهو الناس دي ماتت ليه. ده غير كمان ان مفيش ولا واحد من ال13 دول كمل معاها السنه. يعني الموضوع كان غريب ويستدعي الشك بكل المقاييس. خلينا نقول من بين جوازاتها ال13 دول في عندك 7 اختفوا في ظروف غامضه، فجاه كده صحوا وما لقوهمش موجودين اساسا. ده غير في عندك 3 كمان انتحروا اساسا ولقوا جثثهم بالصدفه، اتكعبلوا فيهم كده وهم بيدوروا على حاجات تانية. ده غير بقى في عندك 2 اتوفوا في مكانهم كده بسكتات قلبيه لوحدهم يعني. وزي ما قلنا بالاضافه للعدد ده كله وبالاضافه للظروف الغامضه اللي ماتوا فيها، مفيش ولا واحد فيهم قفل السنه مع بايلا. تقريبا كده كانت بتعرف انهم مش هيحتفلوا معاها بعيد جوازهم، فكانت بتدعي عليهم. الحاجه بايلا مكشوف عنها الحجاب. المهم يعني الست بايلا خيسوس ما يقصتش ومستسلمتش للواقع، وقالت ده قضاء وقدر، ومجرد ما فاتت من الصدمات ال12 اللي فاتت راحت متجوزه للمره ال13. بس المره دي كان سواه نقل تقيل، حاجه كده تعيش وتعمر يعني. بصرف النظر عن انه مفيش اي اثر لل12 جوازه اللي فاتوا كانوا الناس دي شغالين ايه، بس احنا بنقول سواه نقل تقيل يعني. والحمد لله تمت الجوازه وكانوا ماشيين زي الفل ومفيش اي مشاكل ما بينهم خالص، لحد ما الراجل اتوفى في حادثه على الطريق. لا بقى بتعملوا فيهم ست قطاطه؟ ما احنا محتاجين نعرف. ما يصحش يعني الرجاله اللي بتروح دي، ولا يكون بجد مكشوف عنك الحجاب؟ وزي ما انا فاض بيا وانا بحكي كده واكيد انت فاض بيك، فالشرطه الكوبيه برضه فاض بيها واتحركت يا معلم، وراحوا جايبين بايل عشان يحققوا معاه. وسين وجيم بقى للمره الاولى والثانيه والثالثه لحد المره 13 علشان يعرفوا لو ليها اي علاقه بالموضوع. لكن بعد كل التحقيقات اللي تمت وكل التحريات اثبتوا ان ملهاش اي علاقه بالوفيات ال13 لكل اللي اتجوزتهم. فالشرطه وقتها قررت توسع دايره البحث شويه علشان تشمل الاقارب والجيران. وقتها مسكوا عليها شيء خطير جدا، وهو ان الست بايلا كانت بتستولي على اموال ازواجها بالقوه، وكانت بتضربهم وبتعنفهم حتى سواء النقل التقيل مسلكش معاها. فبيوصلوا في النهايه ان حياتهم معاها بتبقى عباره عن جحيم، فبيفكروا في اي طريقه علشان ينهوا حياتهم معاها زي اللي سبقوهم. وعندك المنيو بقى كان مليان افكار زي اللي قلنا عليها من اول، يعني اختفاء او انتحار او موت او حوادث. ولكن تظل كل الوفيات دي بعد التحريات اللي تمت ما كانش ليها اي علاقه ببايلا، فبالتالي كانت بتدايت كلها على انها حوادث برغم كل الغموض اللي فيها. واحده زي بايلا بكل اللي بتعمله ده المفروض يتحط صورها على علب السجاير. هو ده اللي حصل بالفعل، والظهر لعب والدنيا فتحت ابوابها لبايلا وبقت موديل دعايه للسيجار الكوبي المشهور. وده غير بقى ان الاساس انها بطله سابقه في الملاكمه والمصارعه الرومانيه، وده بيفسر ازاي قدرت تجلب ال13 واحد اللي اتجوزتهم دي. كمان كانت اشتركت في منافسات وبطولات وجابت ميداليات دوليه وقاريه في الالعاب دي. وفي النهايه بقى وبناء على كل الجباوه اللي حكيناها دي اطلقوا على المراه الكوبيه بايلا خيسوس المراه الوحش.